أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل أراد العمرة وسافر على الطائرة، وبعد أن لبس الإحرام ولكنه نام في الطائرة ولم يستيقظ إلا في جدة، فهل يحرم من جدة وعليه دم أم يرجع إلى الميقات مع العلم أنه لا يستطيع الرجوع؟ يرجع ويحرم من الميقات وليس عليه شيء، وإذا كان لا يستطيع الرجوع فيحرم من جدة ويكون عليه فدية بترك الميقات. نعم.